حافلة التخييم مميزة في شوارع باريس ينتظرها من هم من دون مأوى بشغف عند ارتفاع درجات الحرارة. بريجيت تعيش في الدائرة 14 وهي تعرف أنها ستتمكن من الاستحمام وتغيير ثيابها عندما تلمح ما يسمى بالحمام المتحرك. في الصيف أعرق وتفوح مني رائحة العرق، ومن المهم أن تأخذ حماما حتى لو كنا نشرب الكحول. ما زلنا ندرك أنه علينا أن نغتسل من وقت لآخر، لذا تسرع في أخذ المناشف والصابون التي تقدمها الجمعية لها. لحظة حميمة لنفسها، وبعد 10 دقائق يجب التفكير في الآخرين. هذا شيء مريح. وبين استحمام وآخر يتم تنظيف الحمام، وبعد استحمام 10 أشخاص تعود الحافلة لتمويل خزان الماء. فكرة الحمام المتحرك انطلقت قبل 2 عامين، اليوم يطوف المدينة 2 مرات في الأسبوع. عندما يكون هناك شيء من هذا القبيل، شاحنة دوش للذين هم من دون مأوى، بصراحة هذا يشجعنا ويرفع معنوياتنا. ليس لأننا في الشارع علينا البقاء قذرين، نحاول الحفاظ على كرامتنا وعلى نظافتنا. النظافة هي الأولوية الثالثة للذين هم من دون مأوى بعد إيجاد المأوى والغذاء، ولكن الذهاب إلى مراكز الغسيل أو الاستحمام ليس بالشيء البسيط، ومن هنا تأتي أهمية الذهاب إليهم، وهذا ما يعرفه جيدا تريستان الذي يعمل في الحمام المتحرك، فهو أيضا كان يعيش في الشارع. عندما تكون رائحتي قوية لا أرغب بالذهاب إلى الناس على سبيل المثال، فعندما أستطيع شم هذه الرائحة هذا يعني أن الآخرين أيضا سيشمونها، وهذا يعيق الروابط الاجتماعية التي كانت يمكن أن تكون بسيطة مع الآخرين. في الكثير من الأحيان يكون اللقاء الأول مجرد فرصة لمنحهم القهوة أو الملابس، فيما يقبلون الاستحمام بعد اكتساب ثقتهم. الحمام المتحرك فريد من نوعه في باريس، وينبغي أن يظهر في شهر أيلول سبتمبر المقبل في مدينة مارسيليا، كما من شأن حافلة متنقلة ثانية أن تظهر قريبا في العاصمة الفرنسية.